السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي أمان الله. كما وعدتكم كنت قلت لكم غادي نصايب معكم واحد الوصفات ديال ديتوكس رائعين زوينين بنان وصحيين، وكنت درت معكم واحدة على باقي كتعقلوا، ودابا هذه الثانية باقي لي واحدة ان شاء الله باش نوفي بالوعد ديالي. فكما كتشوفوا معايا هادو هما المكونات اللي عندي ديال هذا الديتوكس او عصير او سمودي او اللي بغيتو تسميوه. هو ديتوكس وفي نفس الوقت راه سميتو، كل واحد يخدمه بالطريقه اللي بغى. فانا ديما كنحتفظ بالفواكه في الفريغو، اكيد كلشي كيديرها كنظن. خصيتو ملي كتبغيو تصايبو سمودي خص يكون الشيء يكون بارد. المهم عندي هنايا بنانه، وعندي هنايا الا عبرتو غديروا بنانه وتولوت كاس ديال هذا الاناناس، وغديروا حفنه، هذه حفنه ديال السبانخ. انا عندي هنايا بيبي سبانيتش، قلت لكم ديك المره الثلج اختياري، بغيتو ديروا الثلج ما بغيتوش ديروه راه ممكن تحيدوه. وعندي كاس حتى الكاسونس ديال الماء على حساب كل واحد واش كيبغيها ثقيله ولا كيبغيها خفيفه. صافي هادو هما سميتو العناصر اللي عندي او لي زانغريديون او المكونات. هذا الشيء غادي نبدا نحط البنانه ديالي، البنان ديالنا. هاد الوصفه كانت طلبات لي واحد الاخت من هنا، حتى نقول ليها خليلاتي، كانت شفتها شربتها وداكشي. المهم عالم ليلى درت هذا الاناناس ديالي، غادي ندير هذا السبانخ، وغادي ندير قياسي ديال الثلج. انا بصراحه ما كنبغيش بارد بارد، المهم شويه وصافي. غادي ندير كاس ديال ما مسحاش كاس ديال الماء، راه كيوقعوا لي زاكسيدون في الكوزينه عادي، احنا بنادم. فالمهم غادي نطحن ان شاء الله ونرجع معاكم نوريكم كيفاش كيطلع. شوفوا لي على اللون كي داير، انا راه زدت الماء، زدت كاس وزدت النص الاخر، وانتم ملي تكونوا كتصايبوا كل واحد كيفاش كتعجبو سميتو. بغيتو تزيدوا الثلج ما بغيتوش، هذا هو العصير ديالنا. كنقول لكم الوصفه راه غنيه ومفيده خاصه في شهر رمضان، فان شاء الله تجربوها وتعجبكم. كنقول لكم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنبغي نجدد الشكر ديالي للناس اللي وافيين وديما متبعيني، وكنبغي نقول للناس اللي باقي ما شاركوا نزلوا اشتركوا وفعلوا الجرس، مرحبا بكم في قناتي المتواضعه. وكنقول لكم يا ربي بلغنا رمضان وحنا في احسن حال، ويعيننا على القيام والصيام وعلى الطاعات ان شاء الله يا رب العالمين، ونكونوا من الذين اعتق الله ان شاء الله يعتق الله رقابهم من النار. كنقول لكم شكرا على المتابعه، دمتم في امان الله، السلام عليكم.